الإسلام. لذلك يجب يا أخوان كلنا نحتفي ونحتفي ونهتم. يعني الاحتفال يعني الاحتفاء يعني الاهتمام بالذكرى. المولى سبحانه وتعالى يذكر بإنابه ويذكره بأيام الله. وقال المصطفى العرب صلى الله عليه وسلم: إن في أيام الله لنفحات على وتعرض لها. عندما تمر هذه الذكرى وتجد المسلم يزداد شوقا ومحبة في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إليه يا إخوة يا أفاضل، الله تبارك وتعالى أفضل أيب على كل إنسان خلقه إلا من يأتي خلف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي باب داري مكتوب، لا بيجي بمصرانية، لا بيجي بزراتشاتية، لا بيجي لا بيجي بفارسية، لا بيجي بيهودية، لا بيجي بعبد النار، وكله مكفول عليهم. منذ مبعث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبواب كلها مكفولة. جيت به هنا فش، ما جيت به هنا إلا النار مثواك وبئس المصير. إذن هو الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم كما أخبر عن نفسه: إنما أنا رحمة مهداة. وقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وتتجلى مظاهر رحمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخوة يا أفاضل، في كثير مع الناس له رحمة، مع البهائم له رحمة، مع الجمادات له رحمة، وكثير من هذه الأمور حقيقة النقطة اللي اخترتها وعاوز أتكلم فيها وأتناولها بشيء من تفصيل، يعني تفصيل يسير إن شاء الله تبارك وتعالى، هي عبارة عن سؤال. ولما نسأل السؤال لا يجوز حيقول نعم، الإجابة معروفة مسبقا. هل تحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مسلم ويا مسلمة، صغير أو كبير؟ أي ذكر حيقول نعم، نعم نيابة عنكم، نعم الإجابة نعم. طيب لو أخذنا السؤال لذاته وتعدلناه تعديل بسيط جدا، إلى من إلى أي مدى تحب المصطفى العرب صلى الله عليه وسلم؟ ما هو مقدار حبه في قلبك أخي المسلم؟ قدر جميعا بالحب الحبيب صلى الله عليه وسلم. والحمد لله نعمة كبيرة، نعمة كبيرة، ذلك فضل من الله، فاحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. عوامنا أجاب، وكل إنسان يستطيع أن يجيب إلى أي مدى حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبك. فبعد المسلمين كلهم يا إخوة يا أفاضل من عارف الحديث أو الحوار الذي دار بين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في شأن المحبة. وسيدنا عمر رضي الله عنه بين للمصطفى الأعظم صلى الله عليه وسلم أنه يحبه أكثر من والده وولده والناس أجمعين إلا نفسه التي بين جنبيه، وقد كان صادقا والله تعالى عليه. اللهم لا يحبك أكثر من أي شيء وسيلة نفسي التي بين جنبين. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: لم تؤمن، لم يكتمل إيمانك. وأهل العقيدة يا إخوة يقررون في عقائدهم أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، عنده غاية عليه نعرفها هسي، غاية مبدعة يصل إليه الإيمان، نعرفها الآن إن شاء الله. طيب، فخرج سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه خارجا وبدأ يسأل في نفسه: من الذي أخرجك من الظلمات إلى النور وإلى الهدى؟ بعد مجادلة وحوار مع نفسه رضي الله تعالى عنه وصل لنتيجة، هذه النتيجة شو؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وحتى نفسه التي بين جنبيه. فجاء إليه صلى الله عليه وسلم وقال له: إنك لأحب إلي من والدي وولدي وأهلي والناس أجمعين حتى نفسي التي بين جنبيه. وماذا قال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الآن يا عمر، الآن يا عمر. ويمكن يا إخوة يا أفاضل أي واحد منكم يقال له الآن، الكون الإيمان
وبلغ منتهاه وغايته حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إخوة يدخل القلب وحب المولى سبحانه وتعالى من قبله وتكفل على ذلك بالطبة والمفتاح لا يكون هناك من هم على ظهر هذه البسيطة أحب إليك منهما المولى سبحانه وتعالى وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقد فزت ويقال لك الآن يقال لك الآن قد كمل إيمانك وبلغت الغاية والمنتهى فحافظ على هذه المرتبة وسير على درجة الله فأنت فرح مستبشر بمن أعد الله تبارك وتعالى منصوب بشدة على الدنيا غير الحب وحب من؟ لأنه أساسا الحب كما يعرف هو الميل القلب والتوجه الصحيح طيب أهل الذوق والعلم والمعرفة بالله تعالى لهم علامات علامات يستطيع العبد المؤمن أو المؤمنة أن يعرف بها هل هم يحبون المصطفى الأعظم صلى الله عليه وسلم إلى أي مدى لا بد من هذه العلامات هم أنفسهم علامات ووضعوا علامات تبين للمؤمن والمؤمنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القلب حقيقة وحبا صادقا ما هي هذه العلامات؟ هذا أهل العلم أول علامة يا إخوة يا أفاضل هي الاتباع الاتباع قال القاضي العياض رحمه الله تعالى رحمة واسعة من أحب شيئا لم يؤثر عليه شيئا من أحب شيئا لم يؤثر عليه شيئا طيب الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله عندها مناسبة جاء في عهد المصطفى الأعظم صلى الله عليه وسلم الناس قالوا إنا نحب ربنا أمامه صلى الله عليه وسلم إنا نحب ربنا فأنزل الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يحبكم الله سبحانه وتعالى باتباعك لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء إن المحب لمن يحب مطير طيب دي علامة تسمى علامة الاتباع هذا الاتباع يا إخوة يا أفاضل ينبغي له من علم ينبغي له من معرفة أنت لا تعرف أحوال هذا الشخص الذي تحبه وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معناته أنت مطالب بأنك أنت تعرف ما فرض الله تبارك وتعالى عليك حتى تأتيه وتعرف ما حرم عليك سبحانه وتعالى وما أباح لك لأن لو تذكر اللي هم بما يعرف من أحكام التكليفية الخمسة التي ذكرناها في أول لقائنا فيه هذا المسجد تعرف الواجب تعرف المندوب تعرف المحرم تعرف المكروه تعرف المباح أن هذه هي أحوال صلى الله عليه وسلم التي كان يفعلها تقربا لله تبارك وتعالى عشان يا رقيق ويا أفاضل نقول من حجة وهي هامة جدا جدا لا نكون مدعين هل تحب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ نعم لكن ما في شيء إذا معناتها محبة يعني إن شاء الله ربنا يقبلها لكن بتحتاج حقيقة إلى معرفة وإلى عمل إلى يد ويا فاضل لأن الذي يعلم شيئا لا بد أن يطبقه لا بد أن يطبقه إمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة يقول ما علمت شيئا أو ما بلغني شيئا أو شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت به إلا عملت به إلا عملت به معناته أنت عشان تحقق هذه المحبة في قلبك أخي فاضل لا بد لك من أولى هذه العلامات وهي علامة الاتباع وهذا الاتباع نفسه يحتاج إلى علم لكي تعرف ما أحل الله تبارك وتعالى وما حرم وما أباح حتى إنك أنت لما تفعل بعدك تبدأ تستمر بالعبادة وبالحب الحقيقي عايز الجماعة أقول لك والله يعني إن الكورة دي بتفرق علينا ويا أهلا بنحبها وبتسوي لنا كثير لا حب الحقيقي والتلذذ
الحقيقي بذوق نعيم الدنيا ونعيم الآخرة هو في حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب الله تبارك وتعالى. ما في شيء ثاني ولا مجرد بك، ما في شيء غير الاثنين ديل اصلا، ما في شيء ثاني حيعوض عن الكلام ده كله. من فاته حب الله فقد فاته كل شيء، ومن فاته ومن لم يفته حب الله تعالى فلم يفته شيء. وبجد العباره نفسها بكلام ثاني، من عرف الله تبارك وتعالى لم يجهل شيء ولم يفته شيء، ومن لم يعرف الله تعالى فقد فاته كل شيء. ما في شيء، دي المحصلات وهي دي الغايه. عشان كده انت تشيل همتك وتوجهها في الاتجاه الصحيح وتسير بها في الاتجاه الصحيح وفي الطريق الصحيح، لانه حبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيق وتحتاج الى ان تسير في طريق الى ان تصل. تسير المسجد الذي في البيت من البيت طوال هنا ما جيت ماشي في شارع، اذا لا بد من سلوك الطريق ولا بد من المشي في الشارع او الطريق وصولا الى غايه، وتلك الغايه هي المسجد في هذه صلاه. اذا يا اخوه يا افاضل، اول علامه الاتباع، هذا الاتباع يحتاج الى علم، هذا العلم لا بد من العمل به. مثلا تعلمت ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد برجله اليمنى، في دائره خالف لو سقط سهوا ماشي ما في مشكله، لكن انت عارف تخش برضه بالشمال ليه؟ فليحذر ما قال الشيخ الان تلاها لنا في السوره، فليحذر الذين يخالفون عن امرهم ان تصيبه فتنه او يصيبه عذاب اليم، كما في روايه رش عذاب اليم او عذاب اليم بروايه حفص، عذاب اليم. الايه دي اساسا كانت في سوره في غزوه احد، عين الحبيب الاعظم الاكرم صلى الله عليه وسلم ومات على سفح الجبل وهم 50، وعثر عليهم رجلا قال لهم اذا رايتمونا متخطف فلا تبركوا مكانكم واذا رايتمونا متصرع فلا تبركوا مكانكم، فكانت منهم رضي الله تعالى عنهم جميعا مخالفه لامر الحبيب صلى الله عليه وسلم. الكلام ده احنا بنشيله من هناك بنجيبه برضه على انفسنا، لا مخالف شرع رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، فليحذر تكون حذر كل الحذر، الحذر كل شيء تعلمته لا بد ان تعمل به. وبرضه نفس الكلام في ايه وبيجينا للناس اللي هم يتعلمون علما ولا يعملون به، والعياذ بالله، فقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ من علم لا ينفع. زول بيكون عالم لكن ما بيعمل، يكون عارف بيسوي شو لكن ما بيسوي، يبقى فائده شو؟ هذا هو العلم الذي لا ينفع. برضو في سوره الجمعه كلكم يمر عليها ويقراها، قال الله تبارك وتعالى: مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل حمار يحمل اسفارا بئسا مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله إلى آخر الآيات. ليه ربنا سبحانه وتعالى شبه هؤلاء وهم اليوم؟ ليه شبههم في الحمار يحمل أسفارا؟ هو أنزل عليهم شنو؟ التوراة. لكنهم لم يعملوا بها. فشبههم الله تبارك وتعالى يا إخوة مثلهم كمثل الحمار، لو جبت لك حمار ووضعت على ظهره كل العلوم النافعة، ووضعت على ظهره ذهبا وألماسا وزبرجد وجميع أنواع الجواهر، خديت في ظهره ما يحمل شيء شيء، ولو وضعت على نفسه جبن أو قش برضه ما يعرف شيء شيء في ظهره. ضرب سبحانه وتعالى مثل به يا إخوة هؤلاء اليهود عليهم والله ما يستحقون، إن ربنا أعطاهم التوراة كانوا هم الذين في مقدمة الأمم في زمانهم ذاك، ما كان في زول قدامه، ومع ذلك لم يعملوا بما علموا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى مثلهم شبههم بالحمار، ودي رسالة لكل مؤمن برضه يعلم العلم
يعمل فيه. يعمل العلم يعلم العلم فيعمل فيه. علمت تطبق موال تشيل تطبق موال اي شيء عرفته تطبق موال تطوال في حاله التطبيق. لماذا؟ حتى لا تكون كمثل الحمار يحمل اسفارا. ربنا سبحانه وتعالى قال شنو؟ بئس بئس كلمة ذم يا اخوة. الله تبارك وتعالى ذمهم في كتابه هؤلاء اليهود. اذا يا اخوة يا اخوان الاول علامة من علامات حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سميها علامة سميها مقياس سميها مؤشر سميها معيار زي ما لا تسميها عشان تعرف نفسك بتحبه ولا لا عشان تعرف نفسك بتحبه ولا لا. أنا لا أصل لغاية عشان حتى يقال لي كما قيل لسيد عمر بن الخطاب الآن. وما لا أصل لي الآن دي بتصل كيف؟ نعم الميل القلب مطلوب يا إخوة. الميل القلب وهو الحب أصلا الميل القلب. فأنت تميل إلى من تحب تحب دائما من تحب شخصا تميل إليه وتكون مشوقا لسماع أخباره. فمن باب أولى أن توجه همتك إلى حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. علامة ثانية يا إخوة يا أفاضل من علامات حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من مؤمن من مؤمنة صغير أو كبير هي ذكرها الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. معنا شنو الآية؟ يا من آمنتم بالله تبارك وتعالى وصدقتم بوجوده ويا من آمنتم بالمصطفى الأعظم صلى الله عليه وسلم وصدقتم رسالته. إن الإيمان سمعناه التصديق. يا من آمنتم بالله تعالى وصدقتم وجوده ويا من آمنتم بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وصدقتم برسالته عزروه ووقروه هذا النبي معناه تعظموه ووقروه وأنزلوا منزلته التي أنزله الله تبارك وتعالى عليها وفوق ذلك كله وتأدبوا وتأدبوا معه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ممكن يجينا دول يا اخوانا والله يا شريفنا ما ادركنا زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كان حي بين ظهراني اصحابه رضي الله تعالى عنهم وعاش فتره 63 عاما عاشها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتره من الفترات السابقه وانتقل منها الى الرفيق الاعلى. اولا قال اهل العلم حرمته حيا وميتا سواء واحد يعني. في اول نقطه نحن لا بد ان نثبت على انفسنا كيف نتادب معه صلى الله عليه وسلم. اذا رايت رجلا يحدث عنه صلى الله عليه وسلم ويتكلم بحديثه وعلمه صلى الله عليه وسلم فتادب واظهر شيئا من الادب